السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ثالث حلقة في كورس الكانسر بيولوجي. هنفتكر مع بعض في الأول كده إحنا إيه اللي خدناه في أول حلقتين. في الحلقة الأولانية عرفنا إيه هو الكانسر، وعرفنا الفرق ما بين البناين تيومر والمالجنانت تيومر، وعرفنا كمان إيه هي عملية الميتاستاسيس، وعرفنا كمان إيه هي التسمية بتاعت البناين تيومر والمالجنانت تيومر. في الحلقة التانية ابتدينا نخش في الديتيلز أكتر، وعرفنا إزاي في العادي الخلايا الطبيعية بتنقسم عن طريق تو باثويز رئيسيين. الباثوي الأولاني هو الماب كي باثوي، الباثوي التاني هو الويند سيجنالينج باثوي. وعرفنا ازاي الكانسر بيقدر يخلي التو باثويز دولت شغالين على طول عشان تفضل الخليه الكانسر في انقسامات مستمره. في حلقه النهارده ناخد موضوع جديد وهي عمليه الابوبتوسس، وازاي الكانسر سيل بيقدر يتغلب على العمليه ديت وما يموتش. فيلا بينا نخش في التفاصيل. هنتكلم النهارده عن ايه هو الابوبتوسس. الابوبتوسس ده تعريفه هو بروجرامد سيل ديث، يعني بكل بساطه كده هو موت للخليه بس بطريقه متخطط لها. يعني عمليه الابوبتوسس ديت بتتم بكفاءه عاليه جدا في الشخص السليم اللي ما عندوش مرض الكانسر، عكس مريض السرطان العملية دي بيكون فيها خلل كبير جدا. طب ايه اللي بيخلي عملية الابيبتوسس دي تحصل؟ يعني بمعنى ابسط كده ايه اللي يخلي خلايا طبيعية موجودة في جسمي تموت، او بمعنى ادق كده تموت نفسها؟ يوميا الدي ان ايه بتاعنا بيتعرض لكمية ميوتيشنز كبيرة جدا، نتيجة مثلا ان احنا بنتعرض لشمس، فاشعة اليو في دي بتعمل ميوتيشن في الدي ان ايه. ولكن لحكمة ربنا ان احنا عندنا ريبير ميكانيزم، يعني عندنا كده وسيلة عاملة زي الميكانيكي، لو في اي حاجة حصلت ميوتيشن بوظت في الدي ان ايه، الريبير ميكانيزم دوت هيروح يصلح الميوتيشن دي. فتخيل معايا كده ان الريبير ميكانيزم دوت مش قادر يصلح الميوتيشن دي، فبالتالي الميوتيشن ديت لو جت مثلا في بعض الجينات بتخلي الخلايا تنقسم بصوره عاليه جدا، فاحنا كده هنؤدي ان الخلايا دي تتحول لكانسر سيل. فالنورمال سيل ديت في الوقت دوت بتبتدي تموت نفسها عن طريق خطه معينه، او تشغل بمعنى ادق عمليه الابوبتوسس. عندنا اتنين باثويز رئيسيين الخليه بتتبعهم عشان تخش في عمليه الابوبتوسس ديت. الباثوي الاولاني هو الانترنسيك باثوي، يعني الباثوي دوت ناشئ من جوه الخليه. الباثوي الثاني هو الاكسترنسيك باثوي، ودوت بينشا لما بيجي سيجنال من بره يقف على الريسبتور ويقول الخليه ديت تخش في عمليه الابوبتوسس وتموت. لو جينا بصينا على الانترنسيك باثوي دوت هنلاقي ان السبب الرئيسي اللي بيخليه يتاكتف هو ان يكون في دامج في الدي ان اي. اول ما يكون في دامج في الدي ان اي دوت هياكتف البي 53. البي 53 دوت ده بروتين من بروتينات التيومر سبريسر بروتينز، يعني دي بروتينات بتمنع عمليه الانقسام الطوالي ديت. بتمنعها ازاي؟ عن طريق ان هي توقف الخليه عن عمليه الانقسام او تدخلها في عمليه الابوبتوسس. اول ما البي 53 دوت هيتاكتف هيروح ياكتف بعض البروتينات الثانيه زي الباكس او النوكسا او البوما. اول ما واحد من الثلاث بروتينات اللي هو الباكس او النوكسا او البوما دوت هيتاكتف هيروحوا للميتوكوندريا. الميتوكوندريا ديت جواها في حاجه اسمها السيتوكروم سي. السيتوكروم سي ديت بتكون موجوده جوه الميتوكوندريا وما ينفعش تخرج براها. ليه؟ عشان بيكون في زي حارس كده على الميتوكوندريا اسمه البي سي ال 2. يعني تخيل معايا كده ان الميتوكوندريا دي عامله زي البيت، وفي حارس على البيت اسمه البي سي ال 2 بيمنع اي حد جوه البيت انه يخرج براه. فالباكس او النوكس او البوما دوت هيروحوا للميتوكوندريا ويعملوا انتر اكشن مع البي سي ال 2 دوت. ده بينتج عنه يا اما تغيير في البرميابيليتي بتاعه الميتوكوندريا الممبرين، او تكوين بورز في الميتوكوندريا الممبرين، ونتيجه لده ان السيتوكروم سي اللي جوه الميتوكوندريا بيخرج للسيتوبلازم. اول ما السيتوكروم سي يكون في السيتوبلازم بيروح يعمل انتر اكشن مع بروتين اسمه الاي بي اي اف 1. الانتر اكشن ما بين السيتوكروم سي والاي بي اي اف 1 بيتكون عنه كومبلكس اسمه الابيبتوزوم. الابيبتوزوم ده بدوره هيروح ياكتف بعض البروتينات الثانيه، البروتينات ديت اسمها الكاز بيزس. اول ما الابيبتوزوم دوت هيتاكتف هيروح ياكتف الكاز بيز 9. الكاز بيز 9 دوت هيتاكتف عن طريق تحويل البرو كاز بيز او اللي هو الصوره الانكتف منه الى الكاز بيز 9. اول ما الكاز بيز 9 ده هيتاكتف هيروح ياكتف كاز بيز 3 او 6 او 7. الكاز بيز 3 دوت بيعمل ايه؟ وظيفته ان هو يروح ياكتف لي النيوكلييز. النيوكلييز ده انزيم مسؤول انه بيقطع لي الدي ان اي، ولكن تخيل معايا كده ان النيوكلييز ده مثلا هو المربع دوت. النيوكلييز دوت في الطبيعي بيكون معمول له انهبيشن عن طريق بروتين كده، يعني في بروتين ماسكه بيمنعه من اداء وظيفته. وظيفه النيوكلييز ده ان هو يقطع في الدي ان اي. فاول ما الكاز بيز 3 دوت هيتاكتف هيروح يعمل انهبيشن للانهبيتوري بروتين ده، فبالتالي النيوكلييز هيتساب من البروتين اللي ماسكه ويروح للنيوكلياس ويقطع في الدي ان اي. اما لو جينا بصينا على الاكسترنسنج باثوي ده بيتم قلنا لما بيجي سيجنال من بره بتمسك في الريسبتور وتحسها عن طريق باثوي ان هي تخش في عمليه الابوبتوسس دي. ده بيتم ازاي؟ اول ما السيجنال ده يمسك في الريسبتور اول حاجه بتتاكتف هو الكاز بيز 8. الكاز بيز 8 ده بيعمل حاجه من اتنين، اول حاجه بيعملها هو انه دايركت بيروح ياكتف الكاز بيز 3. وزي ما قلنا الكاز بيز 3 اول ما بيتاكتف ده بيروح يعمل انهبيشن للبروتين اللي مكلبش كده في
في النيوكلييز وبيمنعه من اداء وظيفته عشان النيوكلييز يتساب ويقطع في الدي ان اي. تاني حاجه بيعملها ان هو بياكتف بروتين اسمه البيد. البيد ده بدوره هيروح ياكتف الباكس او النوكس او البوما اللي هم بيعملوا انهبيشن للبي سي ال 2 عن طريق الانتر اكشن اللي بيعملوه معاه عشان يطلعوا السيتوكروم سي ونكمل نفس الباث واي تاني. اول ما الدي ان اي يتقطع الخليه خلاص بتبتدي تتكرمش كده وتكون لي حاجه اسمها الابيبتوتيك بوديز، يعني حبه كور كده صغيره. الكور دي الجسم بيقدر يتخلص منها بصوره سليمه جدا بفعل الفاجوسايت. الفاجوسايت ديت حاجه زي الماكروفيج كده، هي خليه عندها القدره ان هي تبلع الحاجات اللي ملهاش لازمه وتتخلص منها بسهوله جدا. طب ازاي بقى الكانسر سيل بتقدر تتغلب على العمليه ديت وتمنع عمليه اصلا الابيبتوزيس ان هي تحصل؟ الكانسر بيعمل حاجه ذكيه جدا وهو انه بيعلي البي اتش اللي موجوده في الخليه من 7.2 ل 7.5. نتيجه للانكريز بتاعه البي اتش ده بيؤدي للديكريز الاكتيفيتي بتاعه السيتوكروم سي. يعني تخيل معايا كده ان البي اتش لما عليت السيتوكروم سي حتى بعد ما طلع في السيتوبلازم مش هيقدر يؤدي الوظيفه بتاعته ان هو ياكتيف لي الكاسفيزس اللي بدورهم ياكتيفوا لي النيوكليزس اللي اتقطع لي في الدي ان اي، وبكده الكانسر قدر يتغلب على عمليه الابيبتوزس. ده كان كل كلامنا في حلقه النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.